A box contains two red, three white, and four green balls. Two balls are drawn out of the box in succession without replacement. بدون ما يرجع الكرة مرة تاني. What is the probability that both balls are the same color? طب ال probability للرد ان يكونوا نفس الكلر، احنا عندنا 2 من اصل 9، يعني 2 على 9 اتبقى في الكرة في البوكس 8، باعتبار ان انا سحبت واحدة رد يبقى 1 على 8، يعني 2 على 72. عشان اسحب الاتنين وايت لازم اسحب كرة من 3 من اصل 9 يتبقى 8، بفرض ان انا سحبت وايت يتبقى 2 هنا، يبقى 6 على 72. لو الاتنين جرين يبقى هسحب الاولى جرين من اصل 4 من اصل 9 وبعدين يتبقى لي 8، بفرض ان انا سحبت جرين واحنا عايزين الاتنين جرين ورا بعض سيم كلر 3، يبقى 12 على 72. اذا ال probability لل same color يساوي 2 على 72، 6 على 72، 12 على 72، 20 على 72، على 4 فيها 5، على 4 1 18. يبقى دي احتمالية ان انا اسحب كرتين نفس اللون، اختار الكرة الاولى وما رجعهاش تاني للبوكس. لو كنت هرجعها تاني كنت قلت 2 على 9 في 2 على 9، 3 على 9 في 3 على 9، 4 على 7، اني برجع الكرة مرة تاني فالكور كلها تبقى موجودة بنفس الاعداد.